السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي بهريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية اللي هي قضية مقدسة عن الشعب المغرب العظيم، غنسمعوا تسريبات صوتية الخوت. قضية نحن مع فلسطين ضالي ومظلومة، وحنا عندنا النيف، وحنا شواكر لافريك، وحنا ما نعرفهاش، والسماء والأرض والتراب ومكة والتوار وقبلة ما نعرفهاش. ده كامل غنسمعوا فيه تسريبات صوتية من صحراويين كيعرفوا الجزائريين حق المعرفة. هذا الصور والفيديوهات اللي ظهروا لكم رايك، هذا هما بالضبط اللي أثاروا استغراب المغاربة على وجه الخصوص، وأثاروا استغراب كذلك عناصر البوليزاريو اللي متواجدين في مخيمات تندوف، وكاملين تحت سؤال واحد: كيفاش هاد السباحين او الرياضيين الجزائريين ما انسحبوش في ظل التواجد في زرهم جنبهم لاعبين اسرائيليين بالعلم الاسرائيلي؟ علاش دولة الجزائر والرياضيين في الجزائر والمسؤولين في الجزائر ما امروش هاد اللاعبين، ما امروش هاد المسؤولين الجزائريين الرياضيين باش ينسحبوا في ظل التواجد أو مشاركة إسرائيل معهم، وكذلك تتويج لاعب رياضي جزائري جنب لجنب مع لاعب رياضي إسرائيلي؟ وهنا يقد يكتشف أي إنسان حتى وإن كان جزائري بنفسه النفاق، النفاق الكراغلة. وتخيلوا في نفس الوقت كل هذو الرياضيين الإسرائيليين كان حاضرين مغاربة وعلى قميصهم خريطة المغرب كاملة من طنجة للقوير، كون سحبوا الجزائريين، كون قامت الدنيا، الاحتلال المغربي، المستوطنين المغاربة، الصحراء الغربية، الخريطة الوهمية، كون تقربلت الدنيا. فينا هو شعار احنا مع فلسطين ضاري ومظلومة؟ هنا يعرف العالم طبعا الحال مع من حشرنا الله في الجوار، وعدوا بالله من الشيطان الرجيم. هنا يكتشف الإنسان طينة الكرغولي من أي إنسان، من أي معدن، من أي وزن، يكتشف فعلا عن أنه إنسان منافق ولد وخلق على شيء واحد، على أنه يعادي المغرب. الجزائريين يقول لك فرنسا قتلت 5 ملايين شهيد وعدوتنا فرنسا، يا غير في الأخير هما يستقبلوا إيمانويل ماكرون على البساط الأحمر في الجزائر العاصمة، ويحبوا ليدو راسو عاش من فرنسا ويتسكع في دروب وأحياء الجزائر وهرب بكل أريحية الرئيس الفرنسي، عكس الرئيس الفرنسي في نفسه الله ما يقدمشي في الجزائر العاصمة ولا حتى بعض المدن في الجمهورية القبيلية، مستحيل الرئيس الفرنسي قد يعدلها، واستقبلوه على البساط الأحمر. ورغم هذا ينافقون على أنه فرنسا عدو الجزائر والجزائر عدو فرنسا. الكذب، عدوكم واحد هو المغرب ومتخذينه عدو، علاش بكم الغيرة والحسد والنفاق؟ سمعوا الشهادات، حياكم الله ويحيي الشعب المغرب العظيم. يعني هذا سياسة التناقض بين الخطاب والممارسة شيء يعني عرفناه فيه من البداية. يقولك احنا مع فلسطين ظالمة ومظلومة، سيزاول فلسطين ظالمة ومظلومة، سيزاولها نقط. كانوا ذيك الساعة يعطوا جوازات سفر الحركة فتح وحدها ذاك الزمن الأول، فهم قاع ما تلاقات في فلسطين عاد مستقنعهم. شي قط عطاوها؟ ما قط عطاوها الصواريخ، ما قط دربوا لها الجنود، ما قط عطاوها، ما قط احتضنوها. شنو اللعب الشعارات توف؟ يعني نحنا مع فلسطين ظالم، شو الزاول فلسطين؟ ثانيا هم يقول لك احنا ضد التطبيع، فعلا شوف هم يقول لك احنا ضد التطبيع. السفاره الفلسطينيه، السفاره الاسرائيليه في مصر، ثانيا هم استقبلوا محمود عباس، استقبلوا محمود عباس، قيم محمود عباس من عندهم واستقبل وزير الدفاع في داره، وزير الدفاع الاسرائيلي. تاري هم هل هم أدرى من فلسطين في من أهل فلسطين فيها؟ هذاك نوع من العبارات اللي يروج للشارع الجزائري اللي لا حول له ولا قوة، نحن ضد التطبيع، نحن لا
الجامعة العربية اللي هم يحاولوا اليوم اعلانها نجاح القمة العربية والجزائر قادية فيها الحريقة الدور تنجح هذه القمة، جل الدول العربية عندها تطبيع لا من فوق الطاولة ومن تحت الطاولة. قالين هذاك اللي يقول لك هذاك المصطلحات اللي صدرهم وتوف هذاك شيء للاستهلاك الإعلامي لا زيد ولا أنقص. هذا نفس الشيء يقولوا لك نحن مع الشعب الصحراوي مع قضية الشعب الصحراوي كذا. أفة الصحراويين هم الجزائريين، أفة القضية الصحراوية هم الجزائريين، أفة أهل الصحراء هم الجزائريين. اللي يلعب بمصالح الصحراويين ويستقلهم لتصدير أزماته هو الجزائريين. اللي عذب ويهين الصحراويين هم الجزائريين. إلى عاد اللي خالقين 20 ولا 30 مسجونة في المغرب خالق آلاف المسجونة في الجزائر، لأنها التندوف والمخيمات في حد ذاتهم هو السجن الأكبر. هناك سجن الأكبر وهناك سجن الأصغر، هناك سجن كبير سجن الأكبر اللي قالوا المخيمات اللي ساجن فيه الجزائريين الصحراويين، مزقنا عليهم الأرباط، محارستهم بالقوات، تأخذ تقبض رخصة، تأخذ على الجيش الدرك الديوانة الجيش، يعني تسبق في الجيش وفهم تقيس الدرك والديوانة وفهم تقيس الجيش، يعني هذا النوع. وكل مخيم مزيقنا عليها ربط، التندوف ما تمركها ما هو بالأرض ميسيون، الحدود الجزائرية ما تمركها ما هو بالأرض ميسيون، وبالتالي صحراويين كاملين في السجن الأكبر زيادة على مئات صحراويين الموجودة في السجون الثانية. هذا يقول بالتالي يقول لك نحن مع الصحراويين وكذا ومع القضية الفلسطينية، هذا كلا نقال له نفخ الشدق. المتتبع للأحداث في الجزائر من بداية الأزمة، من عند بداية الأزمة القرقرات يعني، وارتفاع سقف التهديد الجزائري بينهم رانا له نديرو رانا المروك رانا له نعدلو للمروك، ويعني وارتفاع لهجة الخطاب عند الجزائر من عند الرئيس وزير الخارجية القيادة للرئيس الأركان كل شيء يعني، والتحضيرات وتوسيع مطار تندوف العسكري، نقل القوات نقل الصواريخ إلى منطقة الحدود تندوف، يعني نوع من التهديدات اللي وبعد من قصف الطائرة الشاحنات الجزائرية وكذا وكأنها السفينة الأرض لا تتقلب. هناك حدثتنا على ديك ديك الوتيرة اللي قضت من ديك الدرجة إلى اليوم، عدوا الجزائريين يبحثوا عن نجاح القمة العربية وكذا، يعني هذا نوع هذا قالوا نوع من عدم الاستقرار وعدم الاستقرار السياسي وعدم وضعف النظرة وضعف بعد النظرة في مجال السياسي بالنسبة اللي خرج لهم. عادوا اليوم يخرصوا للبحث عن نجاح قمة عربية وكذا، هذا ما خلق بالعبث، اخلق بن الجزائر وقالها من القوة العظمى اعلنها راهي تمول الارهاب وتخلات الجزائر عن دعم الليبيين، تخلات عن دعم المجموعات اللي موجودة في بعض المجموعات الموجودة في تشاد، تخلات الباقي لها. اذن من هو ذا اللي باقي لها من ذا اللي تدعم؟ باقي لها البوليزاريو. انا اعلنها ضمنيا العادة البوليزاري وما فات نضافة اللي حراه اندارت بعد قريب منها، تالي هذا هو اللي عند القوة العظمى، تالي هذا هو اللي رجع قضض لهجة الجزائر وتهديدها اللي كانت لها يتقلب المغرب العربي وكذا وصافي والساعة قائمة وكأن الحرب لها يتنفجر الصبح والله نهار ثاني. تالي عقب ذا كامل يقولوا بيضان القزيل ولا الصوف، قبل ولا تهديد الجزائر هو بحث عن نجاح قمم، بحث عن مخرج الجزائر تلود المخرج لأنها ما فاتت وقعت قبال قبال في الخطأ
بالفعل وقعت فيه باللفظ، وقعت فيه بالسياسة، ولكن فعليا ما فات وقعت فيه، وبالتالي هي تلوث المخرج لا يتمرق من وراسها، واللي باقي في الحفرة دائما دائما هو الصحراويين المتواجدين في التندوف، واللي حتى هم ماشيين قريبا فرض عليهم يرضاو بالحلول اللي طارح المجتمع الدولي، وإلا له تعدد بدونهم وبغيابهم. وتحياتي لكم.